خلال فترة تواجدها في الجهاز الفني كان في شعاعات بتقول ان كان في خلاف بين كابتن طارق مصطفى وكابتن حسام بدري بسبب ان كابتن حسام شايف ان اللي بيسرب المعلومات او التشكيل او قايم كابتن طارق مصطفى. بص يا عمره، في حياتي انا يعني في حاجات في الكواليس ساعات انت بتبقى يعني بتيجي عليك وما بتقدرش تقولها، بس عمري في حياتي من ساعه ما اشتغلت او لعبت حتى بدايتي في حياتي كره القدم طول تاريخي كله، عمري في حياتي ما في حد يعرف ياخد من طارق مصطفى معلومه، وكل الدنيا تعرف كده يعني. يعني انا شوف، انا كل الاعلاميين كلهم وكلهم حبايبي جدا، والصحفيين وكلهم الحمد لله بحترمهم جدا، ويمكن في ناس واعلاميين كبار جدا 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 زعلانين مني ان انا ما كنتش برد عليهم في الوقت ده وما طلعتش معاهم. اتعودت ان انا بحترم الراجل اللي انا شغال معاه عشان دي امان عند ربنا سبحانه وتعالى. طب هو الكابتن حسام بدري كلامك في الموضوع ده فعلا ولا لا؟ هو اتكلم بشكل عام، يعني اتكلم بشكل عام ان يا جماعه في اخبار بتطلع. طب ما انا اقول لك حاجه، هي الاخبار دي مش بتطلع دلوقتي برده مع مستر كبر، وكانت بتطلع مع مستر كبر، بس هم عشان كانوا اجانب فما كانوش بياخدوا بالهم من النقطه دي. كابتن حسام عشان كان مركز شويه في النقطه دي فكان بياخد باله، يا جماعه في حد مننا في حاجه بتطلع موضوع ما حدش يعرفه. لا يا كابتن حسام. طيب انت شايف اصلا فكره ان الكواليس تطلع كتشكيل او قايمه، شايف ان الموضوع ده اصلا يفرق مع الجهاز الفني ولا لا؟ هو دلوقتي الدنيا اتغيرت والدنيا بقت مفتوحه، وكل لعيب ليه 50,000 واحد. انت لسه بتقولي ولسه بنحكي بره التفاصيل، فالموضوع دلوقتي مختلف. انت حتى لما بتيجي تعمل تكتيك مع ال11 باينين، يعني الموضوع مختلف شويه. خلينا نقول ايه، انك ما تركزش فيه كتير لاي حد، انا مش بتكلم ما تركزش فيه كتير، انت بقى كشخصيتك وكفكرك وكاسلوبك وكادارتك، انت عندك ثقه في الناس اللي موجوده معاك او ما عندكش ثقه، دي حاجه ترجع لك انت يعني، فاهم؟ انا اشوف بصراحه موضوع ملوش مش اي قيمه، ملوش اي قيمه، بدليل ان بعد كده بقول لك بعد كده يعني خلاص احنا جهاز مشينا، انا بعرف دلوقتي تشكيل المنتخب. ده حقيقي طبيعي، اصل في لعيبه بعرف تشكيله وبعرف كمان مين اللي موجود ومين اللي ده. من دلوقتي في حد قال ان في مش عارف مين هينضم الفتره الجايه وتحديدا المدافع، يعني فاهم؟ بس حقيقه ان كان كلام ان الكابتن حسام بدري يضحك في وش محمد صلاح، ده فعلا حصل ولا الكلام ده يضحك في وش محمد صلاح؟ عشان الكابتن حسام دايما اللي هو قافل شويه الدنيا. هو الكابتن حسام في يوم الماتش، انما هو طول التمارين وطول المباريات وطول احنا عادتنا مع بعض، لا هو مش كده، بس هي الناس اللي عشان بتشوفه ساعه المباراه وده وضع طبيعي، بيبقى مركز قوي وهو اتعود على كده، فده وضع طبيعي، دي حاجه ما تزعلش. انما انا بتكلم بره خارج الملعب، لا هو انسان حاجه محترمه جدا وواحد ابن ناس، وانا على المستوى الشخصي بحبه جدا. انما حته انه يضحك في وش صلاح، طب ما هو بيضحك، بالعكس ده صلاح وكل اللعيبه كانت الامور بالنسبه لنا كويسه يعني معاهم. احكي لنا كواليس تحويل الشاره لمحمد صلاح، ايه اللي حصل؟ بص، لا هو 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 تحويل الشاره، هو حصل كلام في البدايه. الكلام اللي في البدايه احنا سمعناه من الاعلام، ويما حصل كلام في الموضوع دوت حصل كلام بين بركات وكابتن حسام واحمد فتحي. تمام. وانا عرفت من احمد فتحي، حتى انا ما عرفتش من بركات ولا كابتن حسام، عرفت من احمد فتحي. احمد فتحي كلمني ساعتها في التليفون وقال له طارق كذا 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 كذا، احمد فتحي حبيبي جدا يعني وانا بحبه على المستوى الشخصي، وقلت له بص احمد، انا والله المواضيع التفاصيل والحاجات دي كلها انا ما بره عني، ما هو بره عننا كلنا، ممكن يكون حد من الجهاز عارف وانا ما اعرفش، فيما تسال فيها ايوب سألك. يما تسال فيها ايوب برضه نفس الشيء اللي انا بقول لك عليه، يعني احمد فتحي سالك ولا سيد معوض ولا غلط؟ لا، قال كذا كذا وقالوا لي كذا كذا، حكى لي يعني، حكى لك التفاصيل اللي ضرب بين كابتن حسام حكى لي التفاصيل اللي بركات قال لي بالظبط كده. فانا الموضوع بالنسبه لي ما خدتش وديت فيه، لان اصلا صلاح كان مصاب وكان احمد موجود، وانت خلي بالك كل معسكر انت ساعات يعني، احمد فتحي فتره من الفترات كان موجود وفتره ما كانش موجود، وصلاح نفس الشيء. فانت حته الشاره دي هي راحت لصلاح كمان، ايه راحت؟ احنا كنا في مباراه جزر القمر على ملعبنا، وكان مين الكابتن الفرقه ساعتها؟ عمرو السولان. ويما عمرو السولان اتغير وجه يديها للنني اللي موجود في الملعب، النني يعني انا بصراحه بحترمه على الموقف ده جدا، النني حاجه 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 ابن ناس وحاجه محترمه جدا وحافظ القران، والنني لعيب كويس، وانا كنت بتكلم معاه ايه اللي ناقص النني في حته معينه، ان هو يكمل على الجون دايما ويبقى قريب من ال 18 ويشوط ويزيد لقدام. انت
تفرق كتير جدا عشان يبقى لعيب من 6 ل 8، لان في الارسنال بيلعب اهم حاجه بالاستحواذ. فدايما انت لما بيكون عندك معلومه انت كقدراتك كمدرب فبتوصل لعيب زي تريزيجيه نفس الشيء. حصلت موقف وراحت لصلاح وصلاح خد الشاره، وده اللي الكابتن حسام السيناريو اللي كان معمول وكان هيحصل يعني. طب وبالنسبه للكابتن احمد فتحي بالفعل قال مش هنضم للمنتخب بطل مش هاخد الشاره؟ لا 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 لا, لا بالعكس، بدليل ان انضم قبل انضم بعد كده، والشاره كانت مع صلاح، انضم مع بعد ما انضم هو اللي لبسه الشاره. كان الناس يعني اتكلمت في الصوره ان احمد فتحي بيلبس لمحمد صلاح الشاره، وكان شكلها الناس بتتكلم اللي هي شكلها مش كويس. انا اشوف ان الشاره مش معنى ان انت تحط الشاره كده. مهم جدا ان انت كنت كابتن منتخب مصر وانت قائد، بس ما في كباتن كتير اذا كان لمنتخب مصر قبل كده او اذا كان للانديه الكبيره زي الزمالك او زي الاهلي او زي الزمالك مصر الاتحاد انديه كبيره، مش شرط ان انت تحط الشاره كده. انت لازم تكون انت قدوه للعيبه، انت بتعرف تتكلم مع اللعيبه، اللعيبه بتحبك عشان تسمع لك، ان انت دايما وجودك في الملعب انت كنت الشاره وانت خارج الملعب اصلا. يعني كابتن فرقه احنا كنا بنتكلم دلوقتي اللي هو سالك، فاذا معناها كان احمد فتحي زعلان. لا هو احمد فتحي كان لما فاكر ان انا موجود في القعده اللي هم لما كلموه فاكر ان انا كنت موجود بس فبيسالني، فقلت له والله انا ما كنتش موجود. انا بسال عادي مش زعلان. انا ما كنتش موجود. لا واحمد فتحي انا قلت لك هو اكبر من كده، بدليل ان هو ادى الشاره لصلاح بعد كده. هل حقيقي ان النني قال هو مش جاي المنتخب تاني طالما ما بيلعبش؟ لا خالص. خلي بالك النني، بص ما فيش لعيب ما لعبش معانا احنا، بس عشان كنا بنلعب كل 5 ايام 6 ايام بنلعب ماتشين، ودايما انت لازم تريح مش اقل من 3-4-5 لعيبه عشان الوقت ضيق. فالنني كان بيلعب معانا مباراه، ما النني لعب معانا جزر القمر ولعب معانا كينيا. النني هو اول مباراه عندنا على ملعبنا بتاعت كينيا هو نزل، كان احتياطي ونزل. الماتش اللي بعديه لعب، بعد كده اتصاب، وبعد كده رجع لعب. فهو الموضوع بالنسبه لنا كله لعب. ما هو طارق حامد نفس الشيء برضه، قالوا حصلت مشكله وطارق حامد اتنرفز. لسه جاي لك في الموضوع ده، خلي بالك. هل فعلا حصل كده؟ لا خالص خالص خالص. وعندك اللعيبه موجوده دلوقتي ممكن تسالها. حصل المشكله دي ما بتحصلش، بس ولا هم زعلانين اللي هو ما بيلعبش. ممكن انت تزعل، ده وضع طبيعي، وضع طبيعي ان انت تزعل، بس زعلك يكون انت المفروض لعيب كبير ولعيب خبره، زعلك ما يروحش في حته بعيده. زعلك بتبين زعلك ولكن باحترام، وبيبان ان انت كذا 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 كذا. وبالتالي انا شايف ان اي لعيب كوره وخاصه لما يكون في انديه كبيره او منتخب مصر، لا لازم تزعل ان انت ما بتلعبش اذا كان عندك طموح. ازاي تم التصرف مع مصطفى محمد في واقعه الباسك بعد تسجيل الهدف؟ احنا عرفناه في الطياره، احنا شفنا في الطياره الكلام ده كله. انا سيد معوض انا ما شفت ولا حد فينا شافها. احنا عرفنا منين؟ من السوشيال ميديا. احنا ركبنا خلصنا الماتش طلعنا على الفندق خدنا الشنط طلعنا على ايه؟ على المطار على الطياره. واحنا رايحين نركب الطياره سيد معوض وراني الفيديو، كناش شفناه كناش عرفنا. فطبعا القرار اللي احنا كنا واخدينه قرار ان انا بالنسبه لي لو اتسالت في القرار ان مصطفى لا مش هيكون معانا الفتره الجايه. وانا ده قرار انا بدري. كان قراره ايه؟ لا ما اعرفش، ده احنا ده كان اخر يوم. انا بقول لك قرار انا، لان انا لما طلعت اتسالت قلت مع احترامي هم بيقولوا هو بصك على الجهاز الفني، هو مصطفى انا ما اعرفش نيته ايه، ممكن يكون علينا، ممكن يكون على حد شخص معين، ممكن يكون على فتح تريم لانه كان الفتره ديت في تركيا بالنسبه له مع المدرب في مشكله. السكه واضحه اللي هو جاي للجهاز ومحدد. انا بقول لك ممكن يكون هو مشدود ومتعصب، لان الفتره دي لو تفتكر كان قدامه 24 ساعه ويروح يلعب يتنقل لفرنسا. لا بس هو بعد الاحتفال، هو مثلا لو الاحتفال لحد تاني كان ممكن هيروح في اي مكان في الملعب ويعمل بس هو جاي للجهاز الفني يعني جاي واللعيبه لو تفتكر الفيديو. ايوه لمين؟ معنى اكيد انت اللي قادره. لا بالعكس، انا لو عارف انا هقول لك. وانا قلت لك انا واضح وصريح، انا بصرف النظر لمين كبير او صغير، لا هو بالنسبه لي خلاص ما كانش هيبقى موجود معايا في المنتخب. انا بقول لك انا رايي انا، الله اعلم ممكن يكون وقتها راي الكابتن حسام ايه او راي احمد ايه او راي سيد ايه او راي إيه.